أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، نحييكم بأجمل تحية رياضية ومع حلقة جديدة من البرنامج الرياضي هلا رياضة، الذي يبث لحضراتكم في بث حي ومباشر عبر قناة هذا الفضائية وموقع بنت. يسرني بداية أن أرحب بضيوفي الأعزاء، المحامي نهاد زرعيني عضو إدارة فريق اتحاد فريق بوينت نوفا جليل بالدرجة الممتازة، أهلا وسهلا. لاعب ولاعب شهير صالح برانسي، لاعب فريق نادي رياض الطيري، أهلا وسهلا. نهاد، يعني المغرب مبارح خسروا مع فرنسا كأس العالم نصف نهائي، فريق المنتخب المغربي وصل لقمة العطاء في نصف نهائي للمربع الذهبي، شو رأيك باختصار؟ أنا أول شيء مبسوط أنك سألتني هذا السؤال عن المغرب، يعني كل الاحترام للمغرب وللمدرب المغربي وللمنتخب المغربي. يعني احنا يعني كأقلية عربية هون، يعني انا تجولت في جميع البلدان وشفت التأييد الكبير للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي يعني اغلب اللاعبين فيه يملكون قدرات كروية عالية جدا. سنعود لمنتخب المغرب والتحصيلات اللي حدثت في برنامج سابق. بدنا ننتقل احنا عمليا، لانه بدت عندنا مباريات الدوري الممتاز والدوري الدرجة العليا، عدنا للدوري الاسرائيلي، فاحنا نريد ان نسلط الضوء على تجدد جميع الدوريات المحلية من الدرجة العليا والممتازة حتى الثالثة، كذلك سنتحدث عن نهائي كأس العالم في قطر 2022 بين منتخبي فرنسا حامل لقب عمليا بطل العالم الحالي، ومنتخب الارجنتين مع النجم الكبير اكبر نجم في كرة القدم في العالم اليوم هو ليونيل ميسي. فمن هنا معنا على الخط الهاتفي لنتحدث عن دوريات الاسرائيلية حاليا الزميل ابراهيم ابو عطا. مساء الخير. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات، وبالتاكيد فقط اشير ما أشار به المحامي نهاد زرعيني، وبالرغم من خسارة منتخب المغرب يوم أمس فإن الوسط العربي قد خرج بالزمامير والمتفرقعات المتلونة والأفراح، وذلك تقديرا لما قدمه المنتخب المغربي وحضوره المشرف ووصوله حتى مباريات نصف النهائي. وبالتأكيد بالرغم من الخسارة فقد خرجت الجماهير العربية تحيي المنتخب المغربي. نعود إلى البلاد. حتى ولو الزميل إبراهيم، يعني شاهدنا الاحتفالات والزمير والأفراح بالرغم من خسارة المنتخب المغربي، كيف كانت ممكن تكون الصورة لو منتخب المغرب فاز بالأمس؟ باعتقادي إذا كانت الاحتفالات حتى هذه الساعة وكنا بنقلها في بث حي ومباشرة، وبالفعل يعني ما أدهشني هو يعني ليس فقط في بلدة وبلدتين، في معظم البلدات العربية في الشمال والجليل والنقب قد خرجوا معبرين من خلال فرحتهم بما قدمه المنتخب المغربي. وبالرغم من الخسارة فقد أنا قد حاورت عدة من الشباب الذين خرجوا محتفلين، فقد أشاروا بأن لاعبي المنتخب المغربي قد قدموا أداء أفضل من حامل لقب فرنسا، ولكن في نهاية المطاف هي النتيجة هي من تقرر. نعود إلى البلاد، فمباريات دوري الدرجة العليا دوري الأضواء تعود إلى الملاعب، ومع انطلاقة مباريات جولة الإياب الأسبوع 14، وفي مقدمة المباريات بلا شك المباراتين التي تقام يوم الاثنين 19 بين فريقي مكابي حيفا وبناء سخنين على استاد سامي عفر، وفريق مكابي الريني يستضيف فريق مكابي تل أبيب. وبالتأكيد هنالك مباريات مهمة يوم السبت، وفي سلم المباريات فريق بئر السبع يريد أن يرد اعتباره أمام نادي الرياضي أجدود الذي أقصاه في مباريات كأس الدولة، والآن هنالك طريق واحد ووحيد لفريق كابويل بئر السبع من أجل المنافسة، ألا وهو الفوز ببطولة الدوري. إذن المباراة المركزية ستكون يوم السبت بين فريق كابويل بئر السبع في الخارج أمام نادي الرياضي أجدود، علما بأن النادي الرياضي أجدود قد فاز. الزميل إبراهيم أبو عطا، أريد أن نركز قليلا على مباراة عمليا مكابي أبناء الريني كما ذكرت، سيستضيف فريق مكابي تل أبيب يوم الاثنين في 8:15 مساء،
فريق مكابي الريني خسر 5-0 بالمباراة الأولى في الجولة الأولى مع فريق مكابي تل أبيب، وفريق اتحاد أبناء سخنين في مباراة صعبة جدا أمام مكابي حيفا بطل الدوري وبتركيب ناقص، يعني ثلاث لاعبين من صفوف اتحاد أبناء سخنين، يعني مروان كبهة مصاب، بيرم كيال مع 5 بطاقات صفراوات، وإيهاب غنايم أبعد بالبطاقة الحمراء. كيف سيكون وضع الفرق من الوسط العربي في هاتين المباراتين؟ مثل ما أشرت، مباراة الريني أمام مكابي تل أبيب مباراة رد اعتبار ما بين الفريقين. الريني خسر بخسارة قاسية 5-0 أمام مكابي تل أبيب، ويريد أن يرد الاعتبار، وبإمكانه. علما نشير فقط أخ أحمد ونعيد ذاكرة المشاهدين بأن فريق مكابي الريني في مباريات جولة الذهاب قد حقق انتصارات ونتائج إيجابية مع الفرق الكبار، ومع الفرق المتواضعة قد خسر الكثير من النقاط. وبالعكس اتحاد أبناء سخنين مع الكبار حقق نتائج إيجابية، وبالتأكيد مع حضور كوبي رفوة وبالرغم من النقص في التشكيلة الأساسية، إلا أن في المعسكر السخنيني يريدون الفوز ويريدون نتيجة إيجابية في مستهل انطلاقة عهد كوبي رفوة في دوري الدرجة العليا مع اتحاد أبناء سخنين. وبلا شك فإن الأنظار أيضا تتجه لمباريات الأسبوع 15 في دوري الدرجة الممتازة. يوم غد فريق أبو عيل أم الفحم يستضيف على استاد توتو عكا فريق أبو عيل بتحتقبة ضمن مباريات الأسبوع 15، وفريق مكابي خائن ناصرة يحل ضيفا على فريق بنيودة تل أبيب. أما نادي الرياضي كفر قاسم فيستضيف على استاد نيسيونا يوم الاثنين فريق أبو عيل رمضان جان. وبلا شك أن الفريق الفحماوي في استفاقة في مباريات الدوري، وفي حال فوزه اليوم هو بحاجة إلى الفوز، وبرصيده 23 نقطة وصاحب المرتبة الثانية 28 نقطة وصاحب المرتبة الأولى مكابي بتحت تكفى 29 نقطة، علما بأن فريق مكابي بتحت تكفى قد خسر في مباراته الأخيرة أمام الملاحق أبو عيل عكا المعزز بالنجوم العرب. مع كل الاحترام لدوري الدرجة العليا والممتازة، فإن أنظار عشاق المستديرة في دوري في الوسط العربي تتجه نحو مباريات الأسبوع 12 لدوري الدرجة الأولى المنطقة الشمالية المشتعلة بالمنافسة في القمة وفي القاع. المباراة الأولى تنطلق غدا عند الساعة 11 ظهرا. المتصدر شباب كفر قنا يلاقي مكابي بيت حتقبة، وطبعا على ملعب كفر قنا، وعند الساعة 11:15 النادي الرياضي الطيري يستضيف مكابي تمرة. أبناء زلف يستضيف أبو عير رعنانة الطامح بالصعود، علما بأبناء أن فريق أبناء زلفي هو قاهر الفرق القمة، علما بأنه فرض نتيجة تعادل 3-3 أمام اتحاد أبناء شوف عمر الذي يستضيف في مباراة في غاية الصعوبة فريق أبو عيل باكة الغربية على ملعب شوف عمر. وبالتأكيد اتحاد أبناء شوف عمر يأتي مرهقا بعد التعادل في مباراة الكأس أمام أبو عيل حيفا. مكابي أبناء الجداد الذي حقق فوزين متتاليين على فرق القمة على رعنانة ومن ثم على شباب الطيبة يستضيف أبو عيل مجدال هعيمك. أما شباب الطيبة الذي يطمح بالعودة إلى مسلسل الانتصارات والاقتراب من القمة فهو يحل ضيفا على فريق أبو عيل كفر كنا غدا عند الساعة الثانية ظهرا ثانية ونصف ظهرا. وهنالك من المتوقع أن تكون مباراة قمة بكل معنى الكلمة في ظل قوة الفريقين. أبو عيل كوكب الطامح بالبقاء في بين فرق القمة يستضيف فريق عروني نشر. وأخيرا فقط نشير إلى مباراة مركزية في مباراة في دوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ألف، وهنالك المنافسة قوية أيضا في القمة. أخا عكا والذي يحتل المرتبة الخامسة برصيد 26 نقطة يستضيف في مباراة ديربي في مباراة قمة فريق الجديدي المكر الذي بحوزته 29 نقطة، ومباراة أخرى في غاية الأهمية وهي مباراة شباب تمرة في مباراة ديربي أمام بلدي كابول. إذا مثل ما تحدثنا مباريات في غاية الأهمية والمنافسة الشديدة في دوري الأضواء ودوري الممتاز
ودوري الدرجة الثانية وكل الدوريات تعتبر مباريات صعبة ومنافسة قوية. أخ إبراهيم، بالرغم من كل الإثارة الموجودة في مباراة كأس العالم، ولكننا تشوقنا كثيرا إلى الدوري الإسرائيلي، فمباريات في غاية الأهمية والإثارة سنراها في نهاية الأسبوع، فأتحفت وأبدعت، لك كل الشكر والتقدير أخي إبراهيم، وألف شكر وإلى اللقاء. يعني نهاد، يعني بدنا نعطي حق لنهاد زرعيني، يعني عضو إدارة في نوفا جليل، مباراة بوين نوفا جليل أمام أشدود، يعني مباراة صعبة جدا، مباراة على 6 نقاط، يعني فريقين في قاع، فريقين الأدوميم أشدود، الأحمر أشدود أو نادي رياضي بغض النظر، مباراة صعبة، مباراة عن 9 نقاط، يعني عن 6 نقاط، لأن فريق أشدود هو بمينوس نقطة واحدة، ناقص نقطة رصيده، وفريق نوفا جليل ب9 نقاط. شو رأيك بالدوري أو في مباراتكم عمليا؟ صراحة يعني إحنا نملك كادر، هذا الكادر طلع على الدرجة العليا قبل سنتين، إحنا يعني نستغرب، يعني في المباراة الأخيرة أمام بني يهودا يعني 80 دقيقة في الهجوم، يعني الكرة ترفض أن تدخل إلى المرمى. مباراتنا ضد الفريق الأشدود الأحمر هي مباراة مصيرية. لقد قمنا بجميع التجهيزات، أحضرنا إلى الفريق بسيكولوج الذي جلس مع كل اللاعبين تقريبا، وأعتقد أننا سنفوز. الاستعدادات على بجدية وتدريبات مستمرة صباحا ومساء، والكل يعرف أن هذه المباراة هي الخط الفاصل، إذ لم نحقق 3 نقاط فأنا أقول أن وضعنا سوف يكون جدا جدا صعب. صالح برانسي لاعب فريق نادي الرياض الطيري، عمليا انتقلت للطيري من الطيبي قبل بالأيام الأخيرة يعني، بس قبل ما نصل للطيري وللطيبي وللدرجة الأولى اللي جدا مثير، يعني شو رأيك في دوري الدرجة الممتازة؟ بما انه انت لعبت في درجه ممتازه، يعني انت لعبت في رباط الشارون يعني للتذكير. اكيد بدور الدرجه الممتازه يعني دائما بيبقى ازيد اثاره فيه من الدرجه العليا، يعني لانه مش فريق واحد ولا اثنين اللي بينافسوا، يعني تقدر تطلع اذا هسه يعني بعرفش 15 لاعب لعبوا بجوز فريق محل 10 تشوف اخر السنه طلع ليغا، يعني بتحذر، صعب تحذر بالدرجه الممتازه، انه يعني محل أخير بيغلب محل أول، محل ثاني بيخسر مع محل أخير، صعب يعني دائما إثارة، في كل سنة بيبقى في إثارة. يعني دوري الدرجة الممتازة معروف عنه، دوري الدرجة الممتازة معروف إنه فعلا دائما في إثارة، يعني سمي بالدوري المجنون يعني، فلأنه كل فريق ممكن إنه يفوز على كل فريق. خذها يعني. بول عكا. بول عكا. بول عكا. نعم. السنة الماضية. صفة في مباراة الاختبار. أخي هذا أنا أريد أن أركز. وبالصدفة بقي في الدرجة. بالفرق من الوسط العربي، يعني بهم جدا أشوف شو وضع فريق مكابي الإخاء الناصري، فريق نادي الرياضي صايب كور قاسم اللي كمان عنده مباراة صعبة جدا أمام أبوي رمض جان، فريق أبوي الفحم أمام فريق أبوي البيت حقيقة مباراة قمة يعني، فهاي يعني نتائج اللي هي إحنا بالوسط العربي بتهمنا جدا يعني. شو رأيك في وضع أبوي الفحم اليوم؟ أبوي الفحم وضع ممتاز جدا جدا، وأنا أراهن على هذا الفريق. نعم. سوف يرتقي، يعني من أصعب المباريات لنا في البيت كانت ضد أبوي الفحم. نعم. وفاز علينا في البيت على فكرة. نعم. أبوي الأم الفحم فريق يملك قدرات كروية عالية جدا جدا، من حارس المرمى إلى خط الدفاع وخط الوسط والهجوم، فريق لا ينقصه أي شيء. يعني غياب عميد محاجني، عميد محاجني أبعد في مباراته الأخيرة، لا أعتقد أن راح يكون في مباراة أبوي بتحت كبار، لا أعتقد كان له تأثير، يعني لا أعتقد أنه سوف يكون له تأثير أو له تأثير، لأن أم الفحم له كادر واسع جدا جدا، شمعون هداري وأدهم هادية، بالأصل شمعون هداري اللي حضر الفريق وجهز الفريق، والفريق يملك ما يقارب 25 لاعب أخ أحمد. نعم. وكلهم جاهزون، فريق ممتاز، وأنا أرشحه المرشح الأول للانتقال إلى الدرجة العليا إن شاء الله. أبوي الأم الفحم لا أعتقد أنه أبوي العكا سوف يستمر، سوف يستمر
كرة القدم خلينا نسمع من صالح، فش عندهم خبرة يعني لعبة عكا كلهم صغار يعني الحظ لعبة بالي من الفحم. إذا بتطلع على الأسامي اللي عندك بتلعب قدام زي سامح مرعب ريف مسيكا اللعيبة اللي طلعوا كثير ليجو يعني عندهم الخبرة بيعرفوا شو يعملوا أخرى شوي يعني بس الدوري بيصير أصعب. دورة الذياب إيهاب والنادي الرياضي كبر قاسم الموسم الماضي في نهاية الموسم الماضي في المباراة الأخيرة كان ضرب الجزاء في الدقيقة 90 إذا بسجلوا الهدف بيرتقوا للدرجة العليا. اليوم الفريق ما حصل لكفر قاسم حصل لنا بالضبط عقدة. كيف هل وضع كفر قاسم اليوم؟ عقدة إهدار موتي ملكة لضربة الجزاء ما زالت مسيطرة عليهم، ومع المشاكل الإدارية التي حلت بالفريق استقالة أحمد طه وتولي إدارة جديدة الآن الفريق بحال بأحسن أفضل يعني لا. ولكن قد يجوز الخسارة ضد بيطار القدس في الـ في الـ في الـ في, الكأس. في الكأس قد تؤثر شيئا. لم أتوقع أنا توقعته شخصيا توقعت الفوز على بيطار القدس على بيطار أورشليم القدس ولكن كانت مفاجأة في مباراة الدوري الأخير. نعم كان في فوز يعني نادي رياضي كبر قاسم من منذ تغيير الإدارة واستلام بلال بدير إدارة الفريق. فريق حصل على فوزين متتاليين، هل هاي علامات للتقدم صالح؟ أكيد برضو كبر قاسم عندهم لعيب اللي يعني طول حياتهم فوق يعني تقريبا ما غيروش كثير لعيب اللي بكوا يعني السنة المركز نفسه هسهم موجودين يعني نفسهم مع أغلبهم لاعبين ثلاث اللي تغير يعني انه بس سبب بعرفش انه شايف الاشي بكى عندهم يعني شايف تقول ما مشاش معهم شايف بدهم يعني عقدة اهدار ضربة اكيد بعرفش مفتشوا يعني لهسه بس ولا تنسى قدوم كاشتن فريق مكابي الإخاء الناصري. كيف وضع فريق الإخاء الناصري اليوم؟ شفنا مباراة الكاس فاز 5-1 على فريق الدرجة الثالثة هاي مش علامي، ولكن قبلها خسر 3-2 في مباراة بيتية أمام فرسابة وشاهدت هذه المباراة. كيف كان الوضع؟ فريق مكابي الإخاء الناصري يملك كادرا ممتاز متكامل جدا، ولكن الفريق يتخبط بأمور إدارية ومالية، وأنا من هنا أناشد البلدية وكل من يخاف على مصلحة فريق الإخاء الناصرة، فلا يجوز لهذا الفريق العريق الذي منذ عشرات السنين أن يسقط أو أن يكون بوضع الحالي الموجود فيها. المشكلة المالية خانقة للفريق، فكل الاحترام لماهر حامد الذي تحمل وما زال يتحمل كل العبء يعني الأهالي الناصرة للكل ساعدوا لماهر على تحمل الوضع الموجود فيه. الآن في مباحث في مفاوضات إنه سوف مونس دبور إنه يشتري الفريق، ولا أعرف أين وصلت هذه المباحثات، ولكن ماهر بوضع يرثى له لوحده لا يستطيع لوحده يعني يتحمل كل هذا الفريق. الفريق يعني عمليا نداء نهاد زرعيني من هون للجماهير والناس اللي بتحب مكابي الإخاء الناصري انهم يوقفوا ويساندوا. لا يجوز فريق كإخاء الناصر ان يكون بوضع مثل الوضع الموجود حاليا فيه، لا يجوز. فريق عريق من الفرق العريقه في الدرجه الممتازه، من الفرق العريقه الموجوده في الدوري الاسرائيلي ان اتحاد ابناء سخنين. اتحاد ابناء سخنين فريق عريق، فريق اللي على قد حاله اللي اثبت نفسه، فريق الوسط العربي عمليا اللي سمي وبحق في وضع شوي صعب صالح من ناحيه مهنيه. انت كلاعب يعني انت لاعب اتحاد ابناء سخنين، نفرض عندك ثلاث لاعبين مثل بيرم كيال إيهاب غنايم ومروان كبه مش راحين يشاركوا المباراة أمام مكابي حيفا، فكيف رأيك شو الوضع بيكون؟ لعبة صعبة كثير إنه مكابي حيفا إحنا هسه إذا بتتفرج عليهم يعني ما كان أفضل فريق بالدوري الإسرائيلي يعني عندهم 11 جوا 11 برا يعني نفس المستوى يعني عندهم لعيب اللي كادر كثير وسع. بس بعرفش بالضبط انه بدي يلعب محلهم انه بدي يلعب بدالهم بالاتحاد راح تكون لعبة صعبة، بس برضه بظل الاتحاد ابناء سخنين انه فريق كبير يعني. انا بالنسبة لتيكو تعادل منيح نشتري تعادل من اليوم. شو رأيك بمحمد ابو فني لاعب فريق مكابي حيفا صالح؟ انت كلاعب كرة قدم بتشوف لاعب واحد زي محمد ابو فني لاعب من الوسط العربي نجم كبير، شو رأيك في اداء محمد ابو فني؟ بصراحة شفت له آخر هدف بالكاس
بكى حلو يعني يجنن. بدناه قليل بدناه. مظبوط. محمد أبو فني موهبة يعني. أنا بقول هو محمود جابر برضه إنه راح نوصله يلعبوا برا بأوروبا. إن شاء الله. هسه هم بجيل صغير إنه أخذوا كل شيء مع مكابي حيفا وبيلعبوا بالتشكيلة الأولى. نعم. إنه بيستاهل إنهم يلعبوا برا. للتذكير للمشاهدين نقول أوه. محمود جابر هو ابن الطيب يعني لاعب مكابي حيفا ومحمد ابو فني هو ابن كفر قرع. فهدف محمد ابو فني بدي اعطيك لانه أوه. انت حسيت بالحم تبع محمد ابو فني لانه هذا الهدف اللي سجله اللي ذكره صالح هو ضد نوفا قليل يعني مباراه مكابي حيفا نوفا قليل ولكن بشهاده كل الخبراء وكل الصحفيين نحن قدمنا كره قدم جميله جدا وهجمنا واستحق لنا ضربة جزاء 11 متر ولكن الحكم أفيعاد شلوح هو الذي أخطأ وقد ما احنا لا يمكن أن نأخذ رد حكم عشان هيك بدناش نحكي ونتطرق للتحكيم يعني احنا حكينا عن محمد أبو فني انه حكم يعني محمد أبو فني يعني كلاعب سجل هدف محمد أبو فني لاعب انبسطت من هدف محمد انا شخصيا لم انبسط انا اقول لك ليش انبسط عز عليك يعني لانه سجل في مرماك وخساره لفريقي كيف يعني لا يجوز لا كيف مستحيل مكابي الريني مكابي الريني امام مكابي تل ابيب يعني خسروا بالجوله الاولى 5-0 شو رايك شو راح يكون انا رياضي يكون وانا اتعامل بالرياضه وانت تعرف منذ قديم منذ زمان نعم. مكابي الريني لا أعرف فريق ممتاز نأمل له التقدم والخير والنجاح ولكن ضد مكابي تل أبيب لا أعتقد أنه يملك تلك القدرات لكي يفوز على مكابي تل أبيب بس إحنا بدناش ننسى مكابي تل أبيب فريق كامل متكامل فاز على مكابي حيفا في مباراة بيتية في نوفا قليل يعني الملعب البيتي للريني هو للمشاهدين هو ملعب نوفا قليل فمباراتهم في نوفا قليل راح تكون صعبة جدا الفوز على مكابي حيفا لسبب واحد عندما حضر مكابي حيفا إلى نوفا قليل كنت في المباراة وشاهدت المباراة مكابي حيفا دخل إلى المباراة وكأنه من اللحظة الأولى سجل 5 أهداف اللاعبين مكابي الريني يعني استهزاءهم هو الذي أدى إلى خسارتهم مكابي تل أبيب سوف يحضرون وكأنهم يلعبون ضد مانشستر يونايتد خلينا نسمع صالح شو رأيك لأنه بدنا كمان شوي نطلع على فاصل شو رأيك في نتيجة التوقع نتيجة مكابي الريني مع مكابي تل أبيب أنا راح تبكى لعب كثير صعب لأنه شفنا بلعبات الأسبوع اللي مرق بلعبات الكاس إنه مكابي تل أبيب بعد ما سجل فيها هدفين ضد بعلم الفحم اللي صحيت وبدأت تلعب فوتبول يعني شفنا ذهاب إنه قدر يسجل وعنده يعني مكابي تل أبيب في عندهم ضغط ومش راحين يجوا يعني على اللعبة شاف ماجو مكابي حيفا ومكابي حيفا ماجو ضد الريني إنه بكى برضه عندهم دوري أبطال وبكوش تقريبا إنه كل اللاعب يلعبوا زي ما كان لا فاتوا على بعض إنه مستهترين يا جماعة إن شاء الله إنه فرينا برضه تعادل مليح ممتاز إحنا واجب علينا ننتقل إلى فاصل إعلاني وبعد الفاصل كونوا معنا نحن بانتظاركم أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم معنا مرة أخرى مع البرنامج الرياضي هلا رياضة الذي يبث لكم في بث حي ومباشر عبر قناة هلا الفضائية وموقع بنت أخنا هزر عيني ذكرنا بيرم كيال قبل الفاصل شو بيرم كيال؟ أنا بدي أحكي عن غيابه عن نعم. مباراة مكابي حيفا أعتقد أنه بيرم كيال هو القلب النابض لاتحاد أبناء سخنين فهذا اللاعب يساوي 5 لاعبين إن وجوده في الملعب وجوده في قلب الوسط يساعد اللاعبين الذين بجانبه يعطيهم الثقة ولاعب ممتاز وأعتقد أن غيابه سوف يكون نقص كبير لاتحاد أبناء سخنين ولا أعتقد أن هناك لاعب يملك القدرة أن يسد الثغرة التي سوف يتركها بيرم كيال
في هذه المباراة سوف اتحاد ابناء سخنين سوف يواجه مشكلة عويصة جدا جدا. فشو تتوقع النتيجة تكون مشان هذا الموضوع نسكره ونطلع منه؟ لا اتوقع شيء، لا اريد ان اظلم اتحاد ابناء سخنين، فانا ابن الوسط العربي ولا لا. ولا لا اعتقد ان سوف يحالفهم الحظ، ولكن اتمنى في كرة القدم كل شيء جائز. طبعا كل كرة كما هو جائز في الدرجة الاولى صالح بدون اي شك لاعب فريق النادي الرياضي الطيري. صالح انتقلت على فريق الطيري مش من زمان، شو الأوضاع في فريق الطيري اليوم؟ شو الأسباب اللي خلتك تنتقل لفريق النادي الرياضي الطيري؟ أول شيء اللي بعرفش، يعني أنا بلشت من وأنا ولد صغير، أنا بلشت ألعب بالنادي الرياضي الطيري قبل يعني ما لعبت بالطيبة. والنادي الرياضي الطيري الكل بعرف إنه نادي عريق بالدرجة الأولى، كل شيء عندهم يعني متوفر مصدار، والكل بيعرف انه عبد المنان التيتي برضه إدارة من يعني الإدارية الملاح والأقوياء بالدرجة الأولى. ويعني ما فكرتش مرتين، يعني شوف بقيت أول يعني أول تلفون بقيت إنه قبار خلص. يعني أنت بس تواصلوا معك إدارة الطيري إنه بدنا إياك تنضم لصفوف الفريق عندنا، أنت ما فكرتش مرتين ووافقت على الانتقال؟ برضو المدرب التيري. برضو أنا بعرف المدرب لعبت عنده محمد عوضي، والإدارة بعرفها يعني، والفريق واللعيب يعني بقيت باقي الدرجة 3 سنين وشايف إنه السجل تبع الطير انه الكادر انه في عندهم لعيب اللي ان شاء الله راح يبقى فريق قوي. ومن اول السنه يعني ما مشاش معهم جبدهم، بك عندهم كثير اصابات، يعني يرجع واحد ينصاب الثاني، يعني ولا مره الفريق كلياته بك يلعب يعني لحد هسه اللاعب اللي من احسن لعيبه بالفريق اللي هو شالو مدر انه مصاب بالعبش، شوي شوي بيرجع. والكل شاف مباراة الكاس مع بعلبة تحت قوة فريق قمة بالدرجة الممتازة انه 2-2 ودقيقة 110 الفريق اكل الجول 3-2 وخسر مباراة الكاس. ان شاء الله الفريق بيرجع شوي شوي لمستواه المعروف. صالح، ما هي اهداف فريق نادي رياض الطيري؟ يعني شو الاهداف تبع فريق نادي انه يرتقي للدرجة الممتازة؟ لا حاليا السنة راح يعني صعب، بعرفش كيف الاشي بده يمشي يعني هسه. حاليا احنا بنطلع انه نطلع من سلسلة خسارات بكت عند الفريق قبل يعني من القاع، وان شاء الله انه نقدر من بوتشا يعني نطلع من القاع ونتقدم. المباراة القادمة تبعت نادي رياض الطيري امام فريق مكابي طمرة. مظبوط، والكل بيعرف انه مكابي طمرة اول السنه بكاش عنده لعيب اللي بمستوى الدرجه الاولى، بس اخر فتره انه هم مضوا لعيب كثير. نعم، ومكابي طمرة جاب 7 نقاط باخر 3 لعبات على ما اعتقد، وراح تبقى لعبه قويه اصلا بالدرجه الاولى، فيش لعبه صعبه سهله. يعني هاي نقطه مهمه جدا اللي انت ذكرتها صالح، يعني الدرجه الاولى في المنطقه الشماليه يعني المنافسه هي الكد شديده والكد قويه كثير، يعني كل فريق بدنا نذكره ممكن نهضم حق فرق ثاني. يعني في عنا فرق ممتازة، فريق شباب كوركانا فريق مرتبة الأولى، فريق اتحاد شفا عامر فريق ممتاز، اللي مباراة الكاس 4-4 أمام هابوئل حيفا ذكرت على ذكر مباراة الكاس. مزبوط. يعني رجعوا من 4-2 يعني فريق صعب، هاي مش كل فريق بيقدر يعني. فريق شباب طيبة أكثر فريق منظم وأكثر فريق اللي أعلن بدي أرتقي لدرجة ممتازة، أقل من صعود لدرجة ممتازة راح يعتبر فشل بالطيبة. فريق هابوئل رعنانا الهابط من الدرجة الممتازة كمان. هابوئل رعنانا أجوا على الدوري وفكروا إنهم طلعوا يعني قبل ما يبدأ الدوري، وهو إحنا يعني مش بسهولة إحنا بنشوفهم هم يعني مش عارفين شو يعني الدرجة الأولى، مش عارفين شو يعني تروح تلعب بالبعينة جدات، يعني هم شافوا هذا مش عارفين شو يعني تروح تلعب كفر كنا تلعب بزلفة بالقلبوة، مش عارفين يعني إنه برشا مش راح تبكي لهم لعبة سهلة بالمرة، وأنا بتوقع إنه زلفة راح يغلبهم. وبعد رعنانا بدأنا نشوف من هسه بدوا يعيدوا بحساباتهم، يعني بدوا يمضوا بلاعيبه وعرفوا يعني شو الدرجة الأولى. نهاد زرعيني، الدرجة الأولى المنطقة الشمالية جميع فرق عديدة اللي ركزت وعززت صفوفها بلاعبين ممتازين يعني من درجات أعلى، شو الأسباب حسب رأيك؟
الأسباب إنه الرغبة في الانتقال إلى دوري الدرجة الممتازة. يعني اليوم مثلا خوض مكابي كفر كنا أو شباب كفر كنا مكابي كفر كنا، يعني أنا بالنسبة لي هذا الفريق مفاجأة الموسم، لم أتوقع شاهدت له مباراة، فريق يملك طاقات كروية جميلة جدا جدا. يعني عندك شباب يعني في العشرينات أغلبهن من حارس المرمى، بس بعرفش إذا بعد بيلعب عندهن قلب الدفاع المتأخر عمارية. عمليا أنت يعني بتقول شبابكم كنا، ولكن الدور يعود إلى الطاقم المهني الموجود غاد هشام زعبي. هاي اللي كنت أنا بدي أتقدم، ماني أنا بدي أعطيك مشان تحكي عن هشام زعبي وبريتي اللي هو بريتي محمد عباس، عباس المساعد المدرب. يعني هشام زعبي غني عن التعريف، مدرب فذ، لعب في الدوريات المتقدمة في الدوري الإسرائيلي، وله باع كبير وتجربة كبيرة غنية عن التعريف في الدرجة الأولى، وهو دائما منقذ مكابي كفر كنا على فكرة. هشام الزعبي كل سنة، كل سنة والآن ينجح في بناء يعني تلكيد يعني وحدة صف جدا جدا، فريق ممتاز، فريق شاب شباب كل شباب، يملك خط هجوم بقيادة الفرهود فتاك، وأعتقد له أنه سوف ينافس حتى الدقيقة 90 هو وما وأبناء شفاع عمر كمان أبناء فريق. خلينا نشوف صالح لعب، صالح لعبت ضد فريق شباب كفر كنا، بتعرف الفريق عن قريب؟ أنا ما لعبتش، ما شاهدت لهم مباراة، والسنة الماركت يعني السنة الماركت لعبت ضدهم. الفريق ما تغيرش تقريبا من السنة الماركت، اللي غيروا يمكن لاعب لاعبين، فريق شاب، وهشام الزعبي راهن على الشباب وهم برجعوا له ومقدموا يعني أداء بجنن. عندك اليوم شباب مش زي ما مثلا تقدر هسا اجيب لك تمضى 10 النجوم يعني بالدرجة الأولى، مرات بتزبطش يعني. عندنا بتطلع على شباب الطيبة فريق كله نجوم، بس أنا بقول فريق الطيبة بيقدمش كرة قدم مثل شباب كفر كنا. فريق مكابي اتحاد ابناء شفا عامر النهاد، فريق اللي يضم بصفوفه كمان نجوم، يعني مدرب فراس مغربي، علي خطيب، علي خطيب، أمير أبو النيل، يعني راني عودي حارس مرمى من الطراز الأول، هل فريق عبد مرجان، عبد مرجان، عبد مرجان يعني نجم كبير، عبد بغض النظر يعني من أفضل اللاعبي خط الوسط في الدرجة الأولى، يعني بعرفش إذا في من أفضل برضه يعني. عندهم إنه الإشي بشفا عمر هذا اللي هو يعني فوق الفرق، إنك عندك عبد مرجان وعندك علي خطيب، اثنين اللي بيخطوش ركلات حرة فيش يعني من نص الملعب وقدام، يعني الفريق الله يستر، الفريق اللي بيعمل مخالفة قريبة على خط وشفناه يعني كل اجوالهم حتى فريق ابناء شفا عامر اخ احمد هناك له ميزة تساعده عن باقي الفرق، انا شاهدت له كم من المباريات، يملك جمهور كبير يحضر الى كل المباريات البيتية والخارجية، ويشجع الفريق بعكس مكابي كفر كنا الذي لا يملك جمهور. هذا اللاعب انت معناها ما شفت الجمهور شباب الطيبي، انت لما تحكي عن جمهور بالدرجه الاولى احنا يجب ان نعطي حق لجمهور شباب الطيبي بدون اي شك، فشو رايك في فريق شباب الطيبي هسه بنصل لصالح؟ فريق يعني شباب الطيبي ايضا يملك كادر واسع وممتاز ومرشح للانتقال للدرجه الممتازه بدون اي شك، وتوقيع موتي إيفانير هذا إعلان كبير للكل أننا بصراحة نحن نريد أن ننتقل إلى الدرجة الممتازة، وأنا أرشح وأراهن على فريق شباب الطيبة. فريق شباب الطيبة يملك لاعبين ذو قدرات عالية يستطيعون أن يلعبوا في الدرجة العليا، وأغلبهم لعبوا في الدرجة العليا لا شك، بدون هذه الميزة التي تفرقه عن فريق كفر كنا واتحاد أبناء شفا عمر. وقد يجوز أنه في النهاية شباب الطيبة، لأن اللاعبين الذي يلعبون في شباب الطيبة لهم الخبرة الواسعة في هذا المجال، هذا قد يجوز لصالح فريق شباب الطيبة في النهاية، لأنه في عندما يقسم الدوري إلى قسمين بلوف عليا وبلوف سفلي، هنا سوف يعني تخرع الشغلة، تحسم تحسم نعم.
بما انه صالح بران انت كلاعب ابن الطيبه وانت لعبت عمليا في صفوف شباب الطيبه في الفتره الاخيره، كيف انت شايف مستوى اداء اللاعبين بغض النظر عن انه الاداء كان في يعني افضل لعيبه بالدرجه الاولى موجودين بالطيبه؟ نعم. بس انا بقول الفريق اللي راح يطلع السنه من الدرجه الاولى الفريق اللي الاداره تبعته راح توقف وتبقى يعني بتبقى عندها القدره الماليه انها يعني تكمل للاخر تسدد المستحقات. هنا بتقدرش تعرف المشاكل بيبدين. انا بقول دائما من شهر واحد بالدرجه الاولى، يعني انا لعبت 3 سنين بالدرجه الاولى وهي الرابعه، المشاكل بالفرق بيبدين من شهر 12 وبتقدم. اذا الاداره بتبكى وتشوف ما بتوعد اللعيب، واحنا اليوم بنشوف اللعيب اللي بالوسط اليهودي يعني تاخر على اسبوع اسبوعين بتلاقيهوش بالتدريب. بدنا نذكر انه فريق هبول باك الغربي راح يلاقي فريق اتحاد ابن شمعمر، يعني فريق هبول باك الغربي كمان فريق قمه معزز بنجوم كبار وفريق اللي بيعطي كره قدم رائعه. بجمله صغيره شو ممكن يكون يصير في هاي المباراه صالح؟ نتيجه متوقعه باك شمعمر؟ وراح تكون مباراه صعبه كثير لانه شفعمر يوم الثلاثاء يوم الاربعاء طلعوا كل اللي عنده 120 دقيقه قدام بايل حيفا. بعرف شايف اللعيبه هسه اذا كلهم بيقدروا يلعبوا، يعني بتعرف انت بالدرجه الاولى ما تلعب ضد درجه عليا مش اللاعب مش ببكاش يعني بمستوى زي الدرجه العليا انه يومين ثلاثة بيقدر يلعب اخرى لعبه. بعرف تشوف يعني اللي عندهم كلهم رايحين يلعبوا مش كلهم طبيعي جدا انه الارهاق والارهاق والجسد تبع كل جسد لاعب كره قدم، يعني الجسم مش راح يكون جاهز بكل القدرات بالذات بمستوى فريق باك. فريق باك اللي جاي متريح وكلهم يعني اللي بشوف فريق باك يعني معدل اعمارهم 20 سنه يعني كلهم برمحوا. بدنا ناخذ كمان فريق في الدرجه الاولى، فريق هبوئيل كبركنا مع المدرب عباس صوان اللي راح يلاقي فريق شباب الطيبه. نهايه شو بتتوقف هاي المباراه؟ المزبوط يعني حضور عباس صوان الى هبوئيل كبركنا احدث تغيير نوعيا ما. فريق هبوئيل كبركنا فريق ممتاز يملك عده لاعبين اللي لهم باع كبير في الدرجه الاولى. انا متفاجئ جدا من موقع هذا الفريق، لا يليق بهبوئيل كبركنا أن يكون موجود هنا. أنا أراهن على تعادل مع هبوئيل الطيبة مع شباب الطيبة. إحنا ملاحظين أنه في كثير من المدربين يعني اللي كانوا لاعبين كانوا نجوم في العباس صوان، فراس مغربي، في نضال شلعطة بدرب في كوكب. نضال شلعطة مثلاً كان لاعب نضال من أفضل مدربين. أنا دربني يعني بزلفة قبل سنة من أفضل مدربين نضال شلعطة. أحمد سبع في زلفة وأحمد سبع. فيعني إحنا بنذكر يعني مشان يعني عفواً إنه إذا نسينا أي اسم يعني. بس هذا يعني هناك يعني عدد كبير. هذا اللي بشوفه حلو بالدرجة الأولى بالشمال، فرق الشمال بتاعت اللعيبة حكها المدربين يعني العرب اللي بكوا لعيبة سابقاً بتعطيهم حكها. يعني احنا بنشوف انه كمان مره في الدرجه الاولى في المنطقه الشماليه اللاعبين النجوم اللي كانوا الكبار اللي هم اليوم مدربين وماسكين الفرق، بالاضافه مثلا لمدرب مثل عيسان جدات، مثلا عيسان جدات كمان اللي فاز على فريق هبوئيل الطيبه على شباب الطيبه قبل اسبوع المباراه الاخيره. فهناك عدد كبير من المدربين العرب اللي ناجحين، يعني بدينا بهشام الزعبي وصلنا لعباس ولعباس صوان ولاحمد سبع ولشلعطة ولا يعني ولفراس مغربي وعيسى جداد كثير، شادي حمودي في العيني. فهناك كثير من المدربين اللي هم على مستوى عالي جدا من الوسط العربي، هل يجب اعطائهم كمان فرص لقدام؟ مظبوط اكيد يعني هم كل لاعب يعني كل مدرب من يعني من نضال لأحمد السبع اللي بيثبتوا حالهم، يعني نضال شلعطة انت بتحت فريق كوكب اليوم بالمرتبة الرابعة، فريق زلفة يعني صلوا بآخر فترة بكيان السنة المركز، يعني بفريق اللي اجى أحمد السبع غير كل الموازين يعني خلاهم حتى باللعب الأخيرة يعني ما فتناش على عبات البلاي اوف. والسنه فريق يعني مبني على لعيبه شباب وبقدموا اداء كثير جيد. شايف صالح برانسي قديش الوقت عندنا مشى بسرعه، يعني قديش احنا مبسوطين جدا في حضورك. انه بدي اشكرك وبدي اعطيك كلمه اخيره، تفضل. اول شكرا لك ولقناه هلا
وعن جد برنامج كثير ممتع، وشكرا لكم يعني دائما بتعطوا التقدير للعيبة والإدارية عندنا بالوسط العربي. فإحنا بنشكرك ومبسوطين جدا إنك معنا. نهاية زرعي، أنا بدي أحكي شغلة أستاذ أخ أحمد عن المدربين العرب، لا يقلون عن أي مدرب ثاني، فأتوجه إلى الإدارات العربية، أعطوا الفرصة للمدرب العربي، إنه يملك كل القدرات. ونشاهد أغلب المدربين في الدرجة الأولى يحصدون النتائج. خذ مدرب شاب كعيسى نجداد، ماذا حصل، ماذا فعل في فريق مكابي نجداد؟ فريق مكابي نجداد فريق متواضع جدا، ولكن المدرب عمل ثورة هناك. كلمة نهائية، أشكر إدارة قناة هلا وتلفزيون هلا وأستاذ أحمد على دعوتنا لنا، وشكرا، فعلا برنامج ممتع كان. أعزائي، يعني أنا جدا مسرور بحضوركم، اللاعب صالح برانسي والمحامي نهاد زرعيني عضو إدارة فريق كابوينوفا قريب درجة الممتازة. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة أخرى من البرنامج الرياضي هلا رياضة. لنا لقاء في حلقات قادمة. شكر خاص لطاقم الإنتاج ولمعد البرنامج الأخ إبراهيم أبو عطا، هذا وأحمد أبو هلال، يتمنى لكم مساء سعيدا وإلى اللقاء.